بدلنا صح؟ اه يا مس بدلنا. يبقى احنا هناخد النهارده قلنا ايه؟ خواص عملية الجمع. بعمل ايه يا مس في خواص عملية الجمع؟ أول خاصية عندي اسمها ايه يا شام؟ اسمها الإبدال. إبدال. اسمها خاصية الايه؟ الإبدال. يعني من اسمها كده خاصية الإبدال هعمل رح ايه؟ نبدل الرقم. راح نبدل الرقم، نبدل مكانهم صح؟ يعني الخمسة زائد ستة هي هي مين؟ 6 زائد 5. يعني أنا ببدل المقاعد، كأني أنا ببدل أماكنهم، بس مش بعمل حاجة غير كده. 2 زائد 3 هي هي 3 زائد 2، 1 زائد 4 هي هي 4 زائد 1، 18 زائد 32 هي هي 32 زائد 18. في حد مش فاهم أول خاصية؟ لا تمام، ناخد الخاصية اللي بعديها اسمها أفهم. خاصية الدمج. اسمها خاصية الإيه؟ الدمج. الدمج إيه خاصية الدمج دي يا مس أو الدمج؟ خاصية الدمج معناها أنا بدمج. يعني إيه بدمج؟ يعني بحط أقواس، الأقماص. يعني أول ما أشوف قوسين كده يا مس يبقى أنا بعمل دمج. يبقى مين اللي هيعرفني أنا بعمل دمج؟ الأقواس. يبقى أول يا جنى ما أشوف قوسين هقول دي خاصية الإيه؟ الدمج. يا جنى اول ما الدمج اشوف قوسين هقول دي خاصية الايه؟ الدمج الدمج. بصوا كده، لما اقول 2 زائد 3 زائد 4 وحطيت هنا قوسين عند الاتنين مع التلاتة، هجمع الاتنين يعني مع التلاتة الاول، مش هي هي يا شباب. لو جمعت 2 زائد 3 زائد 4 بس هحط هنا الاقواس مع التلاتة والاربعة. تعالوا كده نشوف، مش 2 زائد 3 5؟ صح. طيب 5 زائد 4 9. يعني الناتج هنا يطلع 9. طب تعالوا نجمع هنا، 3 زائد 4 خمس ثلاثة 7، ستة سبعة. 3 زائد 4 7، 3 زائد 4 7. السبعة عدنا عليها الاتنين، طب زائد اتنين تسعة برضه هتديني كام؟ 9. يبقى سواء دمجت يا مس دول مس مع بعض او دمجت الاتنين دول مع بعض برضو الناتج بيطلع هو هو. نعم، مين قال مس؟ تمام، يبقى انا اول ما اشوف اقواس هقول دي خاصية ايه؟ اسمع من الكل، اول ما اشوف اقواس نقول تسعة خاصية ايه؟ دمج اول ما اشوف اقواس نقول خاصية ايه؟ ادم. النشرة تمام، الدمج سبعة الدم. اول ما اشوف اقواس نقول خاصية ايه يا جنى؟ سبعة دمج. دمج اول ما اشوف اقواس يا هدى اقول خاصية ايه؟ دمج الدمج. مين مش فاهم الاتنين دول؟ في حد مش فاهم هنا؟ لا انتوا ناس كلكم احنا كنا منتبهين. واخدينهم يا ناس. ماشي، ما احنا بنعيد عليهم. في خاصية ثالثة اسمها خاصية المحايد الجمعي. اسمها خاصية انا الايه؟ عارفه بتيجي معاها قول. ذكر. صح، خاصية المحايد الجمعي. طب سميناه لنا محايد جمعي، مين يعرف؟ انا بعرف قولي ليه سميناه يا هشام خاصية المحايد الجمعي؟ ليه سمينا المحايد الجمعي؟ ليه سميناه بالاسم ده المحايد لانه اذا الجمعي؟ جمعنا عليه اشي بيظل مثل ما هو الرقم. صح، عشان المحايد الجمعي اللي هو الصفر مهما اجمع عليه حاجة هو ملوش لازمة. صح، يعني لو انا قلت صح يا هدى 5 زائد 0 هتديني ايه؟ يا هدى 5 زائد 0 حبيبتي، هدى طلعت. ماشي جنى، لو انا قلت يا جنى 5 زائد 0 هيديني ايه؟ مش هيديني حاجة، هينزل ازاي الرقم زي ما انت هو. معاكي 5 تفاحات، معاكي 5 تفاحات وما حطيتيش ما زودتيش عليهم حاجة، مش هما ال5 تفاحات هيفضلوا زي ما هما؟ أيوة يا مس، يبقى هيفضل 5، هما ال5. أيوة مس، ما أنا قلتها ماشي حبيبتي مس. شطورة. طب لو أنا قلت 7، 17 يا أدهم زائد 0 يديني إيه؟ 17. انا اول ما شفت مس تمام، في الرياضيات يا مس كيف بجمل في الواجبات يبقى يبقى اسمه خاصية محدد الجامعي. فاول ما ماشي شفت يا ست آدم،
لو جمعت ال 23 زائد الصفر يا آدم تديني ايه؟ 0 زائد 23 ايوه هتديني ايه؟ 23 زائد الصفر هي 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 23 هي هي 23 صح؟ صح. ممتاز يا آدم. مين مش فاهم خاصية المحايد الجمعي؟ أنا يعني فاهمة. نسمع بصوت كلنا وصوت واحد، أنا مين هو فاهم المحايد الجمعي؟ صفر. أنا فاهم مين هو المحايد الجمعي؟ الصفر صفر. صفر انا ما سمعتش غير شام، عايز اسمع من الباقيين. مين هو المحايد الجمعي؟ صفر صفر يا صفر احسنتوا. مين هو المحايد الجمعي؟ صفر صفر. صفر. الصفر. مين يقول لي تاني الثلاث خواص؟ أنا ارفع ايدك، مين هيقول لي الثلاث خواص؟ بس ربعي أول واحد. أنا أدهم. لا محدش يقول، انا ارفع ايدك بس، انا مش شايفه غير هشام، مش عارفه الباقيين انتوا ليه مش فاتحين الفيديو، ليه مش فاتحين الكاميرا. يلا يا هشام اول واحده عشان انتي الوحيده اللي فاتحه الكاميرا. خاصية الإبدال. اول واحده خاصيه الابدال، والخاصيه اللي احنا التانية اللي احنا اخدناها اللي بعد الابدال، الدمج. وخدنا ايه تاني غير خاصيه الدمج والابدال؟ المحايد الجمعي. المحايد الجمعي. ماشي يا شام ممتازة. يلا يا أدهم قولي ايه هما الخواص. الإبدال والدمج والمحايد الجمعي. ممتاز يا أدهم. يلا يا آدم قولي تاني الخواص. الخواص الإبداع والجمع والمحايد الجمع. ممتاز. يلا يا هدى، ما دخلتش تاني ليه؟ دخلت اهي. هاي يا هدى، ليه ليه طلعتي ليه؟ حصل مشكلة في النت؟ هدى طلعتي تاني؟ ماشي يا جنى، قولي لي حبيبتي ايه هي خواص الجمع؟ الإبدال والدمج والوحيد ال المحايد، المحايد الجمعي. يلا يا شطار هنطلع صفحة 53. يلا الكل طلع صفحة 53. أدهم طلعت؟ طلعت أدم. يلا يا أدم عشان هنحل مع بعض. ماشي يا مس. يلا. مس نعم. بس نعم يا جنى. جايبة كتاب الأضواء، إيه؟ أنا جايبة كتاب الأضواء. جنى اللي مين بتقول انا جايبه. صفحة 53؟ أنا جنى حاللها. انت اللي معاكي كتاب الاضواء يا جنى. أيوة يا مس. طيب هو احنا مين بنشتغل من السلاح، ممكن الاضواء عادي تبقى تحلي منه وتبعتي لي برضه اصحح لك، بس احنا بنشتغل من السلاح يا جنى. ليه؟ لان السلاح اسئلته اكتر بكتير من الاضواء، وفي اسئله كتير ليها افكار حلوه. ماشي. لو ركزت معاكو ولما يجي يحل الواجب تدينا الصفحة وانا احل في الكتاب وابعتلك. خلاص هبعت لك الصفحة بتاع الواجب، هصورها لك وابعتها لك. تمام ماشي يا مس. ماشي يا حبيبتي. يلا العنصر المحايد الجمعي هو، نبدأ بأول واحدة شام. مين المحايد الجمعي الصفر يا شام؟ الصفر الصفر. ممتازة يا شام، يبقى أول واحدة هختار الصفر. يلا اللي بعد شام. يلا يا أدهم. نعم. الخاصية دي اسمها ايه؟ لما جمعت الستين مع الإبدال التسعة وسبعين الإبدال مين يجيب؟ الإبدال ايوه الإبدال. ماشي يا ادم شاطر. يلا يا جنى. يلا يا جنى الخاصية دي اسمها ايه؟ لما اجمع ال 13 زائد الصفر، قلنا الصفر ده ملوش لازمة، اداني 13، يبقى دي خاصية ايه يا جنى؟ دم الدمج ولا الإبدال ولا المحايد الجمعي ولا لا شيء مما سبق؟ الوحيد الجمعي. المحايد الجمعي. ليه؟ لأن قلنا الصفر محايد جمعي ملوش لازمة. ممتازة يا جنى.
يلا يا آدم، ماشي يا عم. أول ما أشوف أقواس يا آدم نقول خاصية إيه؟ الإبداع صح؟ الإبدال. إزاي يا آدم؟ أنا بقول أقواس، أنا قلت إبدال بنبدل، أقواس أقواس. يبقى بنعمل إيه؟ عرفت، الأقواس الإبداع. برضو إبدال؟ آدم ممكن تفتح الكاميرا، أنا مش شايفاك النهاردة ليه؟ ماشي يا مستر. يا آدم إحنا دمج قلنا يا أول ما مستر، نشوف دمج أقواس. دمج يا مستر. أيوة يا بس آدم، أول ما أشوف أقواس قلت دمج، أقواس يعني دمج، بدمج كل اتنين بدمجهم مع بعض. يعني إيه بدمجهم؟ يعني بحطهم في قوسين. ماشي يا آدم، ماشي يا مستر. هدى ما دخلتش برضو، دخلت وطلعت تاني، شكلي في مشكلة عندها في النت. يلا يا شام السؤال اللي بعده، يلا أي مما يلي بيمثل خاصية الإبدال في الجمع؟ مين في دول مبدل؟ ألف رقم ألف. مبدل. صح صح فعلا، الألف مبدل فيها. شاطرة يا شهام. طب ممكن تقولي لي في باء، دي اسمها خاصية ايه اللي في باء؟ باء المحايد الجمعي. ممتازة. خاصية جيم، حاطط أقواس يبقى ايه؟ الإبدال الدمج. حاطط أقواس دمج، حاطط أقواس بندمج، دمج يعني أقواس. آخر واحدة دال، دي بقى أنا مش عارفة، دي خاصية جمع عادية، 31 زائد 1 102، دي ما نعرفهاش. ماشي يا جماعة، لا آخر واحدة دي دال اللي هي الانغلاق، اللي هي يعني بجمع أي رقم على أي رقم، اسمها انغلاق. يلا مين بعد شام؟ أدهم. يلا يا أدهم، نعم يا بس. يلا حبيبي السؤال التاسع، العنصر المحايد الجمعي مضافا، مضافا يعني هجمع ولا هطرح؟ صفر. لا يا قلبي، هو مش عايز المحايد الجمعي، بيقول لك المحايد الجمعي هتضيف اليه 8. طب هو مين المحايد الجمعي؟ الصفر، تضيف يعني زائد، زائد 8 يعني هنجمع عليه 8، يديني ايه؟ ثمانية. شاطر شاطر يا ادهم. يلا يا هدى، هدى لسه ما دخلت. يلا يا جنى، مين في دول أني يا خاصية مس الدمج؟ يلا رقم 7 هنا حبيبتي، مين في دول دمج؟ قلت أول ما أشوف إيه أقول دمج على طول. أول ما أشوف القوسين فين بقى هنا؟ في ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ يعني إيه مس؟ يعني نختار الرقم ألف الأولى ولا باء الثانية ولا جيم الثالثة ولا دال الرابعة؟ تالت. اللي هي جيم، صح، مكتوب جنبيها جيم، هي جنى، يبقى جيم صح. ممتازة يا جنى، أحسنتي أحسنتي يا جنى. يلا يا آدم، ماشي يا مس. يلا يا آدم السؤال اللي بعده، أي مما يلي بيمثل خاصية العنصر المحايد الجمعي؟ مين في دول المحايد الجمعي يا آدم؟ مين في دور المحايد الجمعي؟ هو مين أصلا المحايد الجمعي يا آدم؟ ايه يا مس؟ مش المحايد الجمعي اللي هو الصفر؟ طيب يبقى هي يا مس رقم تاني. رقم 8 آخر واحدة، ايوه هي رقم دائل. لا رقم دال. لا صح أحسنت، شاطر، أنا ما سمعتكش، أنا نسيت إنك بتسألني هي رقم رقم كام. صفر. صح، ممتاز ممتاز يا آدم، شاطر يا آدم. تعالوا الصفحة اللي بعديها، صفحة 54. ماما عايزة مية، قومي جيبي. ثواني يا حبيبتي، وانا حاضر. صفحة 54 يا شباب، يلا نبدأ تاني من الشام. يلا يلا يا جميل، 0 زائد 2456 يديني ايه؟ 2456. يعني الرقم يا شام هيفضل زي ما هو صح؟ صح.
يبقى دي خاصية الايه؟ محايد الجمعي. ممتازة ممتازة حبيبتي، ما شاء الله عليكي. اكتب هنا المحايد الجمعي. يلا يا ادهم، 12 زائد 13، هتسيبي 13 زائد كام يا ادهم؟ هنكتب هنا يا مس 12 صح، يبقى دي خاصية الايه؟ الابدال. ممتاز ممتاز يا ادهم. يلا يا جنى، جنى ناقص. شوفي الرقم اللي ما اخدناهوش، مين اللي ناقص هنا هنحطه مكان النقط؟ مين الرقم اللي ما اخدناهوش؟ هم 351. صح، شاطرة، 153. طيب يبقى دي خاصية الايه اول ما شفت اقواس يا جنى؟ خاصية ال خاصية الواحات لا اقواس. انا عملت ايه؟ الجمعي. لا، المحايد الجمعي الصفر. لا انا عملت، حطيت اقواس، يبقى عملت ايه؟ لميتهم على بعض، حطيتهم مع بعض، يبقى اسمه عملت لهم ايه؟ عملية الدمج. ايوه دمجتهم، يبقى الدمج. يلا يا ادم، 19 اجمع عليها ايه عشان تفضل زي ما هي 19؟ 19 اجمع عليها عشان تفضل زي ما هي 19 الصفر. الصفر. يبقى دي خاصية الايه؟ وصيت المحايد الجمع. ممتاز يا آدم ممتاز. آخر اتنين دول هسيبهم واجب، ماشي؟ يلا يا ماشي، شام، بس انا السؤال اللي جاوبت بعده مين اللي ما جاوبش؟ اهو ده. بس يخلط في ماما، كل شويه انا عندي زفوني، كل شويه يطلعني. قلت طب انا هحضر حصه رياضه، هحضرها يعني هحضرها. شاطرة شاطرة حبيبتي، يبقى ادخلي على طول من تليفون ماما بقى. ماشي، صفحة 58. تمام، يلا يا هدى هنعمل ايه يا هدى؟ احنا قلنا الخواص بتاعتي الابدال والدمج والمحايد الجمعي، صح؟ صح، الخواص دي كلها هلاقيها انها بتتحقق في الجمع، لكن في الطرح هقول لا مش هتحصل، مش هينفع ابدل في الطرح ومش هينفع ادمج في الطرح، وبرده مفيش محايد جمعي في الطرح لان هو اصلا اسمه محايد جمعي. يبقى الطرح ما فيهوش اي حاجه من الحاجات دي، لكن موجوده فين بس؟ موجوده في الجمع. يبقى الطرح لا، لكن هي موجوده في مين؟ في الجمع. ماشي يا هدى، ماشي. يلا اول واحده يا هدى، 10 زائد 339 بتساوي 399 زائد 10، بتساوي ولا ما بتساويش؟ بتساويها. بتساويها، لان هو نفس الرقمين بس انا بديته، صح؟ وانا قلت الخواص بتتحقق، الابدال بيتحقق في الجمع. طيب يا لكن انا شام، باء 0 ناقص 28 هتبقى هي 28 ناقص 0 يا شام؟ اي لا لا. ليه يا مس؟ علشان انا في الطرح الخواص مش بتتحقق، ما ينفعش اقول 0 ناقص، هو لو كان زائد كنا قلنا اي يساوي، لكن في الطرح لا، يبقى لا يساوي، يبقى الطرح مش بيتحقق فيه اي حاجة يا شام. تمام، تمام. تعرفي ليه؟ ينفع انا اقول معايا صفر نقص منه 28؟ ينفع انتي مش معاكي حاجة يعني صفر اقول لك هات في 28؟ لا مفيش حاجة اسمها كده. تمام حبيبتي، يلا يا ادهم، جيم يساوي ولا لا يساوي لما اجمع ال 86923 على الصفر؟ هي 86923 يساوي ولا لا؟ يساوي. ممتاز يا ادهم. يلا يا جنى، نعم يا مس،
يلا حبيبتي، هنا عملنا خاصية ايه؟ الأقواس عملت ايه؟ لميتهم على بعض يبقى عملت ايه؟ خاصية الدمج. الدمج، وقلنا ده جمع، يبقى الدمج بيتحقق في الجمع ولا لأ؟ الدمج بيتحقق في الجمع صح؟ صح. لكن ما بيتحققش في الطرح، يبقى انا هقول هنا يساوي ولا لا يساوي؟ يساوي، الطرفين هنا بيساوي بعض. ممتازة يا جنى. يلا يا آدم، رقم ه، هو الدمج يا هنا يا آدم ينفع يتحقق؟ هو هنا طرح ولا جمع؟ يا آدم ده طرح ولا جمع حبيبي؟ صباح ولا جمع؟ هنا بنطرح صح، رقم ه بنطرح أيوة صح. صح. طيب بيساووا بعض، هو خاصية الدمج بتتحقق في الطرح؟ قصيت الدم الخواص اللي احنا خدناها كنا قلنا دي خواص مين؟ خواص الجمع ولا الطرح ولا قلت؟ درسنا اليوم كان اسمه ايه يا آدم؟ كان اسمه خواص ايه؟ محايد كان جمع اسمه خواص الجمع، كان اسمه خلاص الخواص يمس بتاع الجمع. الجمع. يبقى خواص الجمع دي يا مس ما بتتحققش غير في الجمع. يعني لو لقيت طرح هقول له لا، احنا ما لا يساوي الطرح ما فيهوش حاجات من دي، الطرح ما فيهوش ابدال، الطرح ما فيهوش دمج، الطرح ما فيهوش محايد ولا في اي حاجه. تمام، بس طب دي يبقى من هنا صفحة كام؟ عشان انا مش عارفة دي صفحه كام يا شام؟ الصفحة. طيب 54. 54 يا ادم، شكلك لسه ما فطرتش يا ادم. يا ادم مش انا مصحصح ليه؟ اذا صحي اسمي من الصبح. طب يلا صحصح كده، امال ليه ما طلعتش الصفحه؟ انا بقول طلع الصفحه وعمالين نحل، لما انت كل اللي فات ده حليت ازاي؟ لما هو ده مش كله كنت حلو قبل كده. ماشي يا ادم، يلا قول لي يلا بسرعه، هنحط يساوي ولا لا يساوي؟ نحط يساوي ولا لا يساوي؟ اه عندها لا يمس يساوي. هاء مش دال، هاء ايوه يمس. هاء يساوي ازاي؟ هي هاء طرح ولا جمع يا آدم؟ اسمع يا ليس آدم يا آدم، احنا بنقول يا حبيبي لو طرح لا يساوي. ليه يا حبيبي طرح لا يساوي؟ لأن خواص ما ينفعش تتعمل في الطرح، ما ينفعش أبدل في الطرح، ما ينفعش أحط أقواس في الطرح، ما ينفعش أقول في محايد في الطرح. الطرح ما فيهوش أي حاجة من الحاجات دي، يبقى لا يساوي. لكن في الجمع اه، في الجمع يا مس دمج، وفي معكوس وفي إبدال وفي محايد، لكن الطرح فيه لا، الطرح ما فيهوش في الجمع بس. تمام تمام يس. يلا يا هدى، نعم يلا حبيبتي، هنا في طرح برضو في المسألة دي، يبقى هيساوي ولا لا يساوي؟ لا يساوي عشان في طرح. صح، يعني قلنا الخواص دي ما بتتحققش غير فين؟ هاي يا شباب كلنا نقول في مع بعض الجامعة. الخواص بتتحقق فين؟ ممتازة يا هدى، ممتازة يا شام. أدهم فين صوتك؟ عايز نعمل ايه؟ بيقول لك اكتب كلمة، اكتب اللي تحصل على عبارة صحيحة مع كتابة اسم خاصية. يعني هو عايزنا نحل ده عادي. شباب هنفصل وندخل تاني بسرعة من نفس اللينك، ماشي؟ ماشي يا مس، يلا حبايبي بسرعة هنفصل وندخل مع من نفس اللينك يا السلامة. هدى. سلام يا قلبي، سلام. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام، سلام يا مس. سلام.
يعني كمان 10 دقايق.